توجهات شركة برجيل القابضة أساسا الحين مع موائمة خطة الإمارات الاستراتيجية ل 2031 اللي هو تطوير الصحة النفسية، وإحنا طبعا التارجت للدولة أن نكون من أفضل 10 دول في العالم اللي هي بتكون في مجال الصحة النفسية. مجال الصحة النفسية شيء أساسي صار بالذات في مجال الطاقة، كون الموظفين اللي في مجال الطاقة معرضين للضغط النفسي دائما، اللي هم يتعرضون لأمراض مزمنة، ممكن قلة النوم، ممكن تأثيرات أخرى جانبية، ممكن حتى أمراض الضغط تطلع منها. فلهذا برجيل القابضة وريسبونس بلس قررت أنها تدعم هذه البادرة وتشارك الدولة، وقدمت مليون دولار لدعم هذه البادرة اللي هي نادرة طبعا، ولتأسيس قسم خاص للصحة النفسية من شركة برجيل. كون برجيل انها من اقوى الشركات الصحية في الدولة، بدينا ننتشر داخل الدولة وخارج الدولة. فبدأ طبعا داخل الدولة عندنا اكثر من 19 مستشفى، 25 مركز طبي، وبدينا طبعا نفتح في عمان وعندنا في السعودية، وكذلك لنا مشاريع اخرى في دول الشرق الاوسط وكذلك افريقيا. ليس فقط الصحة النفسية هي من تتوسع، أو هذا القطاع هو ما تتوسع فيها الشركة في الفترة الأخيرة، لكن لدينا قطاعات أخرى ربما تم الاتجاه لتأسيس شركة تختص بالحلول الرقمية والتكنولوجية الحديثة. هل هناك أولا ما أهمية هذه الشركة بالنسبة لأعمال المجموعة؟ ثانيا هل هناك النية لتأسيس مزيد من الشركات ربما في قطاعات أخرى مستقبلا سيد ناصر؟ نعم صحيح، حاليا طبعا الاستثمار في القطاع الصحي زائد الذكاء الصناعي، فإحنا نبى نربط المستقبل مع الحاضر. المستقبل نفس ما نعرف في كل القطاعات راح يكون الذكاء الصناعي، ولذلك شركة برجيل القابضة استثمرت في الذكاء الصناعي وتعاوننا مع شركة سيرنر وأوراكل بعد لبناء الشبكة الإلكترونية للمستشفيات اللي موجودة داخل الدولة، زائد عندنا مشاريع أخرى لتطوير نظام الذكاء الصناعي في المستشفيات وفي العلاجات أيضا، كيف ممكن نعالج المريض اعتمادا على الذكاء الصناعي والمعلومات المقدمة عن طريق الذكاء الصناعي. هذه تساعد في التشخيص بطريقة أفضل، وكذلك كأن عين أخرى للطبيب في تشخيص الحالات. فطبعا وجود الذكاء الصناعي مع الطاقم اللي موجود حاليا من الكفاءات الطبية والكلينيكية، هذا طبعا راح يطور أكثر في مجال العلاجات وتصحيح الأمراض. حضرتك أشرت لي التواجد طبعا في 3 دول في الوقت الحالي، الإمارات، السعودية وكذلك سلطنة عمان، لكن ماذا عن التوسع؟ يعني حينما تم إدراج الشركة في سوق أبوظبي الأوراق المالية تم الحديث على النظر لأسواق أخرى، هل الخطة اتضحت في الوقت الحالي وما هي هذه الأسواق؟ حاليا دخلنا سوق أفريقيا، فداخلين في كذا دولة في أفريقيا، وإذا عرفتوا من شهر وقعنا في رأس الحكمة في مصر، كان أحد المشاريع برجيل القابضة راح تكون من المطورين الرئيسيين للقطاع الصحي في رأس الحكمة، والحمد لله وعندنا توسعات كثيرة جاية وحتى لأمريكا الجنوبية أيضا، وعندنا شراكات موجودة في كولومبيا وقاعدين نبني معاهم التواصل هذا بحيث نشوف كيف ننتشر أكثر عالمياً. طيب نعود إلى رأس الحكمة، المشروع قيد التطوير في الوقت الحالي، لكن ما هي خطط المجموعة؟ كم مستشفى سيتم تنفيذها في هذا المشروع؟ إجمالي حجم الاستثمارات المقدر لو هناك دراسة؟ أعلم أن الأمور لا تزال في بدايتها. نفس ما قلتي، الأمور بعدها في بدايتها، هم لحد الآن بس تم اختيار المؤسسات اللي راح تبني المشاريع في رأس الحكمة، لكن الوقت لم يحدد، الكلفة أو حتى نوع المشاريع لم تحدد. من يتحدد إن شاء الله راح نشارككم فيها التفاصيل كاملة.